السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتقوا الله أحبتي الأنصار الجيش الإلكتروني العالمي. هذا هو عنوان البيان الثاني في سلسلة بيانات فيروس كورونا للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، والذي سطره الإمام بتاريخ 25 من رجب لسنة 1441 هجرية، والموافق للعشرين من مارس لسنة 2020. بسم الله، لا قوة إلا بالله. فاتقوا الله أحبتي في الله الأنصار السابقين الأخيار، فلا تهنوا ولا تستكينوا في الدعوة والتبليغ لإنقاذ البشر من فيروس كورونا العاصف والأشد فتكا، فيروس كورونا القاصف XX لارج، وما نريهم من آية إلا وهي أكبر من أختها. فركزوا على نشر البيان الذي بعنوان فيروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وبرئت ذمتي بتنزيل البيان، ويتحمل شهداء التبليغ للعالمين بشكل كثيف باكتساح شديد في الإنترنت نسخا ولصقا، واليوتيوب في الإنترنت العالمية، واحرصوا على نسخ تاريخه يوم تم تنزيله بقلم الإمام المهدي ناصر محمد يوم تاريخ صدور البيان، وكذلك في اليوتيوب ما استطعتم. ولا تزال جنود الله الصغرى تشن الهجوم الشرس على المعرضين عن كتاب الله القرآن العظيم على حد سواء، كافر ومسلم، فكلاهما معرضين عن اتباع كتاب الله القرآن العظيم، إلا من رحم ربي. فلا يحسبن الظلمة الكبار في المسلمين أنهم بمفازة من العذاب، وهم يعلمون أنهم ظالمون. ولا نزال نفتي أنه كائن حي متشابه لا يحيطون به علما، ولسوف يرى العلماء من مكره ما يدهش الأبصار، كونه مسير بأمر الله الواحد القهار خير الماكرين، وذلك حتى يعلموا أنه حقا عذاب من الرب وليس خبط عشواء من يصيب، وذلكم عذاب يسبب ألوانا من العذاب، وجع وموت لمن جاء قدره، وفزع أكبر، وضربة اقتصادية عالمية كبرى، وبالذات الدول العظمى، والقادم أعظم المتشدقين الأولين الكاذبين، ولسوف يعلمون. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. ونسمح بتنزيل هذا البيان في الموسوعة للحث على تكثيف النشر للبيان الأول بشأن فيروس كورونا الخانق لعلهم يتقون ويعلمون أنه عذاب من رب العالمين ليرجعوا إلى ربهم. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، بالتوبة والتضرع والدعاء. وقوا أنفسكم من عذابه باتباع كتابه القرآن العظيم. وليس الفرار من عذاب الله أن تغلقوا مساجد الله في وجه المصلين والفارين من الله إليه، أفلا تعقلون؟ إذن فلن يزدكم إلا عذابا. فاتقوا الله يا أولي الألباب. خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.